هذا وقد أعلن مسؤول أوكراني انفجار مستودع لتخزين الوقود في بلدة نوفو موسكوفيسك شرقي أوكرانيا، وذلك بعد أن أصيب في وقت سابق بثلاثة صواريخ روسية. وأضاف المسؤول الأوكراني أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين. هذا وقد قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده لن تتنازل عن أي أراض في الجنوب. تعهد زيلينسكي في تسجيل عقب زيارته لجنوب البلاد بالعمل لحل ما وصفها بالأزمة الغذائية العالمية. لن نتنازل عن الجنوب وسوف نستعيد كل أراضينا، كما سيظل البحر تابعا لنا. عقدت اجتماعا في ميكولايف وأوديسا مع الجيش والمسؤولين عن الدفاع عن هاتين المنطقتين. استمعت إلى تقاريرهم بشأن الدمار والخسائر الفادحة بسبب الضربات الروسية. موقفنا واضح ولا يتغير، فبمجرد أن نتمكن من ضمان الأمن من خلال الوساطة الدولية سوف تبذل أوكرانيا قصارى جهدها لمواجهة أزمة الغذاء التي اندلعت في جميع أنحاء العالم، في آسيا وأفريقيا ومعظم دول العالم بسبب الحرب الروسية. نظر عن قرب على آخر هذه التطورات الميدانية والسياسية من كييف، ينضم إلينا موفدنا عبد الجليل بردودي. عبد الجليل، نود أن تلخص لنا آخر هذه التطورات. نعم فيصل، سنبدأ بالجانب الميداني وأهم التطورات الميدانية. أن الجيش الروسي يقوم بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية والموارد المادية من الأراضي الروسية التي تقع شمال خاركيف، وذلك من أجل الاستعداد حسب بعض التقارير لهجوم كبير على المدينة التي يحاصرها خلال الأسابيع الأخيرة، والتي قطع عنها كل المساعدات والمواد والأسلحة والمساعدات أيضا اللوجستية للجيش الأوكراني والقوات الأوكرانية التي توجد داخل المدينة. هذا في حين أيضا يستمر القصف الروسي في اتجاه سيفيرودونيسك، وخاصة في مناطق ليستيتشانسك وبوريفيسكي وبيلاهورا وأوستي نيفكا. وقد أيضا نفذت غارات جوية بالقرب من بيلاهورا وميرنا دولينا. ومن أجل تصحيح مرمى النيران في منطقة سيفيرودونيسك، تجري القوات الروسية استطلاعا جويا على مدار الساعة باستخدام الطائرات بدون طيار من نوع أورلن 10، ويستمر القتال هناك من أجل السيطرة الكاملة على المدينة من طرف القوات الروسية، وهذا طبعا حسب البيان الصادر عن هيئة الأركان الأوكرانية. هذا فيما يخص المعارك على الميدان. أما بالنسبة للجانب السياسي، وكما قلت قبل قليل فيصل، فإن الرئيس الأوكراني عازم على عدم التخلي على أي أراضي، وخاصة في اتجاه الجنوب أين قام بزيارة أمس، زيارة متأخرة وطبعا غير معلنة، وذلك لأسباب أمنية كما هو معروف في وقت الحروب، حيث قام بزيارة ميكولايف، وقام أيضا بزيارة أوديسا. أوديسا المدينة المهمة والمدينة التي تحوي ميناء مهما لتصدير المنتجات الغذائية إلى الخارج، والتي تطل على البحر الأسود أين يتواجد الأسطول الروسي هناك، والأسطول الروسي الذي يقوم بمحاصرة المدينة من أجل منع دخول ما يسميه بأسلحة ومساعدات عسكرية أجنبية في البواخر التي تدخل إلى الميناء، في حين أيضا الجانب الأوكراني يمنع خروج البواخر التي تحمل غذاء من أجل الضغط على الجانب الروسي والمجتمع المدني. فيصل، سنبقى على اطلاع منك على آخر هذه التطورات دائما من كييف. مفدنا عبد الجليل بردودي، شكرا عبد الجليل.